حياكم من جديد مشاهدينا، وصلنا معاكم لفقرة الأخبار والمنوعات، واللي أكيد بنقدم لكم فيها أهم وآخر وأغرب الأخبار من حول العالم. وآخر أو أول الأخبار اللي حنتكلم فيها التقنية، واللي أصبح منافسة جدا شديدة في الأبليكيشنز اللي صارت عندنا بكثرة، ومن المستفيد إحنا طال عمرنا، لأنه الشركات فعلا بتتنافس بكل الطرق اللي ممكن تكون موجودة. سناب شات الآن بتضيف قصص، وهذا الخبر الجديد اللي بيسمح للمستخدمين انهم يبحثوا في اكثر من 1,000,000 قصة خلال صور وفيديوهات تنتشر من خلال القصص العامة بشكل عام. هذا طبعا الكلام صار بعد ايام من اعلان فيسبوك رسميا عن جلب ميزة القصص لتطبيقها الرئيسي. يعني تفتح فيسبوك فعلا ايوه تلاقي ماي ستوري، يعني ما اعرف فين حنوصل. اوضحت طبعا سناب شات انه راح يكون بالامكان للمستخدمين البحث عن صور فيديو اللي تنشر في قسم قصصنا، وذلك من خلال كتابة اسم الشيء المراد البحث عنه في خانة البحث. كذا انت بيكون عندكم اوبشنز اكثر. حقيقي يعني جميل اللي بيسووه، بس في نفس الوقت احنا نحتاج كمان نعرف ايش نحتاج وايش ما نحتاج. لا 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 ننجرف ورا الابلكيشنز، اوكي ممكن نستفيد بالحاجات اللي نبغاها، بس لا يعني خلونا ننجرف على حاجات احنا ما نحتاجها. تصدق من جد تراد، احس الابلكيشن صارت بتضيف ميزات جدا بسيطه، بس انهم يبغوا يكونوا موجودين في الساحه، مميزين اكثر، يبغوا يتميزوا باي حاجه بسيطه. يعني مثلا زي امس تويتر شالت البيضه الافتراضيه اللي دائما موجوده في تويتر، غيروها عشان شافوا انه الناس بدات تطلع، فقالوا نحن نجيب ميزه مي موجوده، ميزه ممكن تجذب الناس اكثر لتويتر. فهم قاعدين يشتغلوا صراحه بذكاء جدا عالي، وبالنهايه نحن بينضحك علينا بسهوله يا جماعه، يشتغلوا ايموشنال واحنا حساسين مرهفين الاحساس، يعني وبينضحك علينا بسرعه على فكره. عموما نروح للخبر الثاني الموجود معاي اليوم. كلنا بنعاني من مشكله جدا، يعني ممكن نقول انها صعبه جدا، خصوصا اذا كنا في سفر، كنا في اماكن ما فيها شواحن جوال، جوالاتنا بتنطفي بسرعه، خصوصا اذا كنا مستخدمين سناب شات. سناب شات يسحب البطاريه كامله، فجبت لكم انه كيف ممكن تشحنوا هاتفكم باقصى سرعه ممكنه، خصوصا اذا كنتوا موجودين في مكان او رايحين على مكان ما في شواحن. تراد لا تقول لي في باور بانك، خلاص الناس ما صارت تستخدم شواحن. ابدا ما ابغى اسمع هذه الجمله. هذا موجود؟ طيب هذا حقيقي؟ لا حقيقي في فكره كمان مره حلوه ومره عجبتني، انه انتم اذا جيتوا تشحنوا جوالاتكم تخلوه على الشاحن، تحطوه على وضع الطيران او الفلايت مود. هذا الفلايت مود حيقفل لكم كل، يقول لك الاتصالات الخلويه سواء كانت طويلة أو قصيرة المدى، ويجعل الهاتف خارج التغطية، وبكذا وفي 20 دقيقة ممكن أنت توصل جوالك بشكل كامل لشحن الهاتف بشكل كامل، يعني يصير 100% مشحون البطارية ب20 دقيقة فقط. مريحة نفسياً الصورة، تخيلي صح؟ فل يعني جاي. مرة احس نفسي ودي اطلع ما ارجع. كنا نتمنى جوالاتنا كذا تكون على طول ما تنطفي ابدا تراد، صحيح؟ ايوه في ايش بس هو هذا الشيء؟ اي اهم شيء انه يكون، يعني ما تكون انت منتظر اتصال مهم، ما تكون منتظر رساله مهمه، ما تكون منتظر بريد الكتروني بعدين تقولوا لمي قالت تحطوا وضع الطيران وراحت عليك لا انت هذا الخبر بس صراحه جابوا التايهه فيه. يعني بس انا بقول لك حاجه، يعني انا بقول حاجه نرفزتني بس حاجه نرفزتني اكثر، تشبيك من هذه على جنب خلاص. انه يعني انا كنت اسويها ايام ما كان عندي نوكيا، اني اقفل جوال عشان الشحن اسرع. ما اعرف انتم هم دوما مستوعبوا ولا ايش؟ هم دوما مستوعبوا، بس انا نفسي اعرف مين حصل خير ما قصد استغفر الله. عموما لا تركزوا معنا كثير طيب، عشان لانه في حاجات حقيقي الواحد يعيشها يحتاج انه يعني يتغاضى عنها. تبي تعرف الخبر الثالث؟ اي لازم. أوكي. صراحه عن باحثون اكتشفوا مصدر ايضا توتر في الهاتف المحمول. من الامور اللي دائما توترنا وتخلينا يعني على اعصابنا وما تخلينا مركزين، لكن انت تخيلي برضو هذا من النواحي النفسيه والعاطفيه اوقات تكون. يقول علماء النفس انه السر وراء الشعور بالسعاده هو تجاهل الرسائل واشعارات البريد الالكتروني اللي بتصل بشكل مستمر على هواتفنا الخاصه، مشيرين الى انها مصدر للتوتر. يقول لك الدراسات وجدت ان الفحص المستمر وقراءه الرسائل للبريد الالكتروني بسبب الاشعارات اللي هو النوتيفيكيشنز اللي بتطلع لكم 24 ساعه بتسبب توتر وقلق. اوصل الخبراء في الدراسه انكم توقفوا هذه النوتيفيكيشنز او الاشعارات على اي هاتف عشان تخففوا من التوتر. تقرير برضه صادر من مركز العمل المستقبلي في لندن، الرسائل الالكترونيه اللي هي البريد الالكتروني تحديدا سيف ذو حدين، ممكن تكون مفيده للتواصل رغم المسافات، وممكن تكون مهلكه وتسبب ضغط وتعب نفسي.
يعني احنا من جد احنا تعرف العلامه الحمراء اللي على واتساب كيف يدك تحكك تبى تشوف ايش في الرساله بس ما اعرف ليش يعني هذا شيء يخليك طول الوقت تبى تقفل كل حاجه اعمل النوتيفيكيشن اوف بس دائما يجينا فضول حقيقي ما اعرف ليش يعني خصوصا اذا كنا منتظرين رساله مهمه منتظرين اتصال مهم لازم يكون عند الجوال لازم نفتح كل نوتيفيكيشن ولا هنا حيكلمنا لا هنا حيكلمنا دائما احب الفضول هذا ما ادري ليش هو لقافه هو فضول يا جماعه لازم نلاقي له حل حقيقي اي والله فعلا صحيح فعلا نروح لخبري الاخير موجود معي اليوم وخبري صراحه توقعت مره راح يعجبك وراح يعجب متابعينا اكيد لانه الفيديو مثير جدا لقطتين هذول القطتين ايش بيسووا بيطلبوا الطعام برن الجرس يعني هم قاعدين برا البيت فقاعدين عندهم مائده كذا محطوط لهم طبعا حنشوف الفيديو مع بعض بس قبل ما نشوف الفيديو ايش قاعدين يسووا؟ ينتظروا الطعام يدقوا الجرس، يطلع لهم واحد بالاكل يحط لهم الاكل، يجوا بالدار، هذا اكل اكله بدون ما احد يتضارب على الثاني، صحن الثاني، لا انت عندك صحنك وانا عندي صحني. يروح تروح البسه الثانيه، ترن الجرس وترجع مكانها، تستنى يجي الاكل، يجيها، بعد ما يخلصوا الاكل يروح يرن الجرس مره ثانيه. خلونا نشوف الفيديو مع بعض ونرجع لكم. اللي حبيته اللي حبيته عارف ايش انه البس اللي على اليمين لما الجرس حقه ما دق راح دق بالجرس اللي جنبه بس ولا يقرب على صحن الثاني يعني حلو النظام في كل شيء يا جماعه يعني اللي جو يعني اللي جو هذا على فكره على يعني خلينا نتكلم واقعيا على مدار السنين وعلى مدار العوام الغراب علمنا كيف ندفن فما بالك الان مستمرين الحيوانات بس تعلمنا الاتيكيت يا جماعه والله في ناس ما يعرفون شلون يعني يحتاج لهم بس البروتوكول يبغى لهم نعلمهم لازم نعلمهم نتعلم عموما احنا نوصل لنهايه هذه الفقره عشان نسيبكم تتناقشوا في كم الحاجه اللي ذكرناها ونشوف اذا ناسبكم التقنيات اللي نزلت على الابلكيشن او حتى الموقف هذا ممكن يكون ذكركم باحد الاشخاص الان تدقوا تتصل تقول والله شفنا الفيديو الفلاني حمامة سلام ترى احنا لا بس حقيقي مره ضحكنا لا من جد ضحكنا نطلع فاصل ونرجع لكم بعد الفاصل